كيف يمكن أن نتعقل علي في الدار، علي في البيت في المنزل، ويأتي أناس يهجمون على داره ويضربون زوجته وتعصر بين الباب والجدار ولا يحرك ساكن؟ وجاءت الروايات الشريفة، وأجمع فقهاء الطائفة وعلماؤها على أن علي عليه السلام كان يحمل وصية من النبي صلى الله عليه وآله بأن يصبر ويسكت على أذى قومه إلى أن يأذن الله تعالى. قال: القوم سيؤذونها، سيظلمونها، وانت راح تصبر. قول الله يقول للإمام علي: اصبر يا علي حتى ولو ضربوا زوجتك. الله يكلف إنسان بمثل هذا التكليف؟ أكو عقل يقبلها؟ تفضل أريني الآن عقلك، أيقبل أن الله يكلف إنسانا بأن يذبح ولده؟ لقد حصل. الله سبحانه وتعالى وصى إبراهيم وكلف إبراهيم تكليفا، الله يقول عنه: إن هذا لهو البلاء المبين. ماذا قال له؟ اذبح ابنه. ثانية وهيئ ولدك إسماعيل للذبح، واليوم وجب أن ألقاك في هذا الظرف لأذبحك، لكنه كلام الوحي يا ولدي، وما كان عهدي يوما أن أعصي الله طرفة بصر. ومن كان منقطعا إلى الله مستحيل أن يقدم شيئا على رضا الله تعالى وعلى أمر الله. قم بذبحي وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي خوفا من أن يرق قلبك المرهف، واصطبر يا أبي. أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي واشحذ سكينك. ببعض الروايات 70 مرة إبراهيم يحاول يمتثل أمر الله تعالى ودموعه تتصبب على خديه. يا إلهي، هذا إسماعيل قد أسلم وجهه إليك، اللهم تقبل منا هذا القربان. فإذا ممكن أن يمتحن الله وأن يبتلي الله نبيه أو وليه بابتلاء تشيب منه الرؤوس، فما المانع أن يمتحن علي بهذا؟ عندما نقول علي تتجسد أمامنا تلك الحقيقة العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام كان عبدا محضا لله سبحانه وتعالى، كان منقطع انقطاع تام إلى الله. ومن كان منقطعا إلى الله مستحيل أن يقدم شيئا على رضا الله تعالى وعلى أمر الله. وجاءت الروايات الشريفة، وأجمع فقهاء الطائفة وعلماؤها على أن علي عليه السلام كان يحمل وصية من النبي صلى الله عليه وآله، رواية من الروايات ما رواه الشيخ الكليني في كتاب الكافي. الإمام الصادق عليه السلام يحدث عن أبيه الكاظم عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول: نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا، نزل بها جبرائيل وأمناء الملائكة، وصلوا إلى دار النبي وإذا بجبرائيل يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: مر بإخراج من في دار ما عدا علي. النبي قال: فليخرج الكل، إذا عند نساء، عند أحد من أولاده، عند أحد من أصحابه، المهم بعد ماكو أحد. فلم يبق في الحجرة إلا رسول الله وعلي عليه السلام وجبرائيل وأمناء الملائكة. ثم راح جبرائيل يتلو على النبي نص الوصية، إلى أن قال له للنبي صلى الله عليه وآله: يا محمد فهمه أنه سينتهك الحرمة من بعدك، وهي حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فصعقت حين فهمت الكلمة، يعني فاطمة، حتى سقطت على وجهي.
وأنا أقول رضيت صابرا محتسبا. الله لم يطلب من علي بن أبي طالب عليه السلام أن يضرب زوجته ويتحمل صابرا، ما طلب منه أن يقتل زوجته ويتحمل صابرا. قال القوم سيؤذونها سيظلمونها وانت راح تصبر. علي لأنه لا يرى إلا الله لذلك تحمل، كلفه كثيرا. النبي يوصيه وأمير المؤمنين يبكي. فالله عندما أوصى عليا، عندما حمل عليا هذه الوصية، حمله حملا ثقيلا لا ينهض به أحد. Oh, oh.